السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم شباب؟ معكم احمد من دولنجاريا. اليوم جايب لكم مو دك موبايل، بس جايب لكم انبوكسنج حق اخر منتج من شركه كونامي، جوست فروم ذا باست. طبعا اللي ما يعرف جوست فروم ذا باست، جوست فروم ذا باست منتج نزلته كونامي بعد ما قطعوا لمعه الجوست رير فتره طويله. طبعا اللي ما يعرف لمعه الجوست رير، هذا مثال على لمعه الجوست رير، يكون نفس الكرت بس لمعته تكون جوست رير، يعني كذي ما يبين عندكم، كذي يبين، وتكون من اغلى اللمعات. طبعا احنا كان حاول نطلع واحد من الجوستات الاربعه، لنا الترنتيف دراجون، فاير وول، دارك ماجيشن، وكريستال وينج. صورته موجوده عندنا بلاك لاستر سولجر بعد يقدر يطلع. فبلش معكم اول شيء، ببطل كل الباكات بعدين نبلش معكم من بره. طبعا راح نبطل اول باك على البطيء، نشوف معكم شنو يطلع معنا، عشان اشرح لكم شنو داخل المنتج. بعدها هبطل معكم كل باكات بسرعة عشان لا اضيع وقت وايد. طبعا كل علبة جوست فروم ذا باست يكون داخلها ثلاث باكات، كل الكروت اللي داخلها تكون الترا، وفي وايد كروت حلوة نحاول نطلعها، منها سوبر ريد نوفا، كروت سايفر. طبعا هذا الارت وايد وايد حلو، ان شاء الله يطلع لنا واحد من جوستات. يعني مثل ما قلت لكم ثلاث باكات، كل كروت تكون في الترا. انا صراحه من الكروت اللي ابيها كروت التايم ثيف كلها، ان شاء الله اسوي لكم ذاك بروفايل عنها. بس يلا نبلش، عندنا اثنين ابي لس، واحد فاير وول، نقول بسم الله. طبعا انا صراحه بحاول اكون وايد رقيق مع الكروت عشان احافظ على الجوست اذا طلعنا. طبعا عندنا سلمان كرايت فالكو، متل فوز فيوجن، والله خش لمع حق السكاي سترايكر الترا سمن السوبر. اوه البرنت قديم هذا، دراكو نايت تايم تيف بربتشوال. عندنا ريبرنت حق المونارك الفاير. طلع لنا من الفوت الثاني. طبعا في ريبرنتات وايد حلوه بعد، منها باستر دراجون، كان وايد غالي الكرت هذا حق ذاك باستر، ويسوي لوكات خليك ما تسوي سبيشل. ميست فالي بيبي روك حق الدراجونتي، ومونارك والسانافالون، هذا ركتابيل كلهم شير، صراحة ما عندي خلفية عنه. بعدين عندنا ستاري نايت أرايفل. ستاري نايت بعد من الاركتايبات الوايد حلوة، يعتبر فن بس وايد كنترول، ومقارب حق الستيلر نايت، اللي حق اللي يعرف الستيلر نايت. فإن شاء الله نحصل منه كود زين يعني، عشان نقدر نسوي منه داك بعد. شوف عندنا هيراتيك وستاري نايت، تشوفوا الأرقات مالتهم وايد حلوة. سان باين ميدن، تاكل كروسيدر، وعندنا دراجونيتي كلو. في وايد كود سبورت حق دراجونيتي. طبعا هذا بس عشان اوريكم شلون الباك يبطل. الحين راح ابطل كل الباكات مره واحده ونبطلهم كلهم مره واحده. طبعا بعد ما بطلنا كلهم، بس حبيت اقول لكم ان دولنجاريا ما يشجع على العنف مع منتجات يوغي، بس عشان نستعجل شوي. عندنا 6 9 12 باك، نبطلهم كلهم الحين. طبعا بس حبيت اذكركم فرصه ان يطلع لنا جوست رير وايد ضعيفه، بس ان شاء الله يحالفنا نحافظ الفيديو اليوم، يكمل المقطع بفل يكون حلو. نبلش الحين، متل فوز، مثريليوم، ارتفاكت، سان فالي، متل فوز، شنو هذا؟ هيرتكسيل، سكاي دراجون، هذا كان جديد حق هيرتك. اتوقع في لهم سبورت وايد بالبوكس هذا. طبعا انا شخصيا الجوست اللي اكثر واحد ودي اطلعه اللي يكون دارك ماجيشن. طبعا هذه وايد حلوه حق التايم فيف الترا. سان باين شراين، او جالكسي سايفر، هذا ريبرنت. سبلاش ميج حق الكود توكر، او ستاري نايت. طبعا لا تنسون تحطوا لايكات وكذي اذا تبون نشوف بطل زياده من هالبوكس او اي بوكس ثاني، و اذا ودكم تشوفون ذاك بروفايل او شيء. تربيت لينيس، انا الكرت احتاج اشوفه من فتره طويله صراحه. لفل فول دراجون، هيراتيك، سيريو، هنروح
كيوزا بيو كوزموجو سانسيد سايفر دراجون تايم تيب. هذا من اقوى الاكس واي زد حق التايم تيب الجديده حق اللي حاب يقرا الفكته يعني. ان شاء الله بس تقدر تسوي فوكس. اوكي كمل معكم ان شاء الله راح اسوي تك بروفايل حق التايم ثيف. صراحه عرضاتهم وايد حلوه وقصتهم وايد حلوه يعني. هيرتكسيد من الاساسيات حق مجموعه دراجون لينك وتقريبا ايدك يلعب دراجونز. شوف ايش اللي بعدها مثل فوز او سبورتي حق النكروس. مجلس التليبورت كانت تحتاج البوينت حيل. تايم زيف سون سيد سان باين او هذا تقريبا اتوقع اندر كارت حصل حق ستاري نايت لين حصلنا من واحد اتوقع نحتاج اثنين زياده. فوق بليد جيجانتس جير تاون ماين مول لفل فل ارشر قربنا نخلص ما بقي الا جنب. تايم ثيف بازل شيب تايم ثيف ريترو جريد هذا ستاري نايت. صراحه مو قاريهم وما ابي اجيب العيد وانا انطق اساميهم يعني. نشوف بعد عشان يطلع عندنا دراجونيتي روتيك مثل فوز ماسك تشينج حلوه اللمعه جديده ونشد اول جينيوس كفيتي حق شغل. يلا اخر بات اذا في جوست يكون نهايه الفيديو راح يكون وايد حلو واذا ما في يعني صراحه حصلنا كروت وايد جانا من بعد كميه الباكات اللي بطلناها. مدول جي فريش ستار جير تاون مثل فوز وفلين هيراتيك او ايفلي ماتش نايس ريبنت. وبس شباب يعطيكم العافيه ما قدرنا نحصل جوست رير يمكن نبطل زياده اذا ودكم تشوفونا نبطل زياده حنبطل وبس يعطيكم العافيه ومشكورين. لا تنسوا اقتراحاتكم.